فيفي عبدو تفجع بوفاة أقرب الناس إليها، رثتهما بكلمات مؤثرة وما كشفته مبكي. يعني ما اكتبهاش على حد، واحنا كل يوم بنقضي في واجبات، وبعدين انا يعني اهل بنتي فلسطينيه. فوجعت الفنانه المصريه فيفي عبدو بوفاه بسمه اسامه شيحه وابنتها ليال محمود طاهر، اللتين توفيتا اثر حادث سير مروع بطريق الجلاله. ونشرت فيفي صوره لبسمه وابنتها ليال عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، وعلقت: إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفاة السيدة بسمة أسامة شيحة وابنتها ليال محمود طاهر، ربنا يرحمهم، عزائي لحبايب أسرة شيحة وكل أهلهم وأحبابهم، ربنا يصبركم، نحتسبهم شهداء في الجنة إن شاء الله. وأقيمت صلاة جنازة ابنة وحفيدة أسامة شيحة شقيق رجل الأعمال البارز أشرف شيحة يوم الاثنين بمسجد مقابر محور المشير، وشيعت الجثمين بحضور عدد من أقارب وأصدقاء الأسرة ولفيف من الشخصيات العامة، وأقيم العزاء يوم الثلاثاء بقاعة السلام بمسجد المشير. وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم نادية الجندي وأحمد السقا وعمرو الليثي ومحمد زيدان وهبة الأباصيري. وكان قد أعلن رجل الأعمال أشرف شيحة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك خبر الوفاة، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء حملت الدعوات للفقيدين والأسرة. وعلى صعيد آخر، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر بشكل واسع وخاصة في لبنان للفنانة المصرية فيفي عبدو. وفي التفاصيل علقت الفنانة فيفي عبدو على مواصلة العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في لبنان واستمرار غاراته الغاشمة على أراضيه. ونشرت فيفي عبدو مقطع فيديو جديد في أحد الظهور لها على السوشيال ميديا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وظهرت بوجه شاحب وملامح حزينة متأثرة بما يحدث في لبنان، وعلقت: أنا بسجل الفيديو ده عشان خاطر لبنان، أنا زعلانة جدا عشان خاطر لبنان وأهل لبنان، أنا بحبكم من كل قلبي، ربنا يرحم اللي مات ويشفي الجرحى، معرفش الابتلاء ده ليه أنتوا فلسطين، يا ربي نجيكم من الابتلاء ده، يا ربي نجيكم منهم، أنتوا جدعان وبتستحملوا، ربنا معاكم والناس كلها بتدعي لكم، شعب لبنان الجدع الطيب، البلد الجميلة دي، ربنا ينجيكم يا رب يبعد الابتلاء ده عنكم، يا رب ينجي فلسطين ولبنان وكل الدول العربية. أنا بسجل الفيديو ده عشان خاطر لبنان، أنا زعلانة جدا عشان خاطر لبنان وأهل لبنان، أنا بحبكم من كل قلبي، ربنا يرحم اللي مات ويشفي الجرحى بحق جاه النبي يا رب، معرفش الابتلاء ده إيه. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.